يا ترى اتفرجت قبل كده على فيلم The Fifth Wave أو فيلم War of the World أو حتى فيلم Edge of Tomorrow؟ فاكر لما كنت بتقعد تتفرج عليهم وعلى قصص حروب الفضاء وقيام الكائنات الفضائية بمحاولة غزو الأرض وتقول لنفسك إيه الخيال العلمي ده؟ وتسأل نفسك وتقول هو في أصلاً كائنات فضائية؟ أكيد كتير مننا شايف إن كل الكلام ده خيال علمي ومش حقيقي بالمرة، لكن الأيام الأخيرة بتقول إنه ممكن يكون في كلام تاني. وعشان أكون واضحة ومحددة، كلامي ده مش معناه إني بقول إن في كائنات فضائية، أنا كل اللي بقوله إن الأيام الأخيرة بتقول إن في حاجة غريبة بتحصل. بما إن الموضوع متصدر الترند وناس كتير قوي بتتكلم عنه على السوشيال ميديا، خليني أحكي لكم على إيه اللي بيحصل من الأول ونفكر مع بعض الحكاية بدأت إزاي. الحكايه كلها بدات من اسبوعين تقريبا لما خرج الجيش الامريكي والكندي يعلنوا ان هم نجحوا في اسقاط اجسام اسطوانيه طائره غامضه، وبعدين قالوا ان الاجسام دي مش طائرات تجسس صينيه وسكتوا على كده. طبعا حاله الصمت دي خلت كتير من الصحف ووسائل الاعلام العالميه تتكلم على انها اطباق طائره فضائيه، لكن الغريب ان لا الحكومه الامريكيه ولا الكنديه طلعوا نفوا او اكدوا الكلام ده، وده اللي خلى الناس تتكلم اكتر واكتر. من كام يوم وتحديدا يوم الجمعه اللي فات، نشرت صحيفه ديلي ميل البريطانيه انه فريق من العلماء الفلك في جامعه تورونتو الامريكيه اعلنوا على لسان عالم الفلك بيتر ما انه تم التقاط 8 اشارات راديو غامضه من الفضاء، وقالوا انهم حتى الان مش قادرين ان هم يعرفوا او يحددوا مصدر الاشارات دي، ولكن ممكن جدا تكون دليل قوي على وجود حياه خارج الارض. وبالمناسبة دي مش أول مرة يحصل فيها الواقعة دي، لأن هم في سنة 2015 تم برضو التقاط إشارات راديو غامضة من الفضاء، ولكن الواقعة الأهم كانت سنة 2021 لأنه في السنة دي تم التقاط إشارات راديو برضو وقدروا أن هم يحددوا موقعها وقالوا أنها جاية من مجموعة شمسية بتشبه كتير جدا المجموعة الشمسية بتاعتنا، وتوقع العلماء أنه ممكن يكون فيها حياة. طيب، بما ان الموضوع غامض جدا وفي اسئله كتير ملهاش اجابه، فهيكون معانا دلوقتي مداخله من الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اول سؤال هساله لحضرتك هو السؤال اللي الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا، هل ممكن يكون في حياه خارج كوكب الارض؟ ممكن فعلا، الشواهد كلها بتقول كده، الترددات الراديويه اللي بتجي لنا اكثر من 15 20 سنه، لكن ازاي بنحددها في الاخر 6 سنوات؟ فالكلام ده لازم يكون على حضاره عاقله. ما تطلعش من كده عبثا يعني. طيب تفسير حضرتك ايه لموضوع الاطباق الغامضه اللي تم اسقاطها في امريكا وكندا؟ والله امريكا يعني البنتاجون كان متحفظ على ان هو يعلن عن اي حاجه، لكن اعتقد ان هو او فتره بسيطه اعترف ان ممكن في حاجات وهو بيراجعها، ومجلس النقد طلب منهم كده. يعني في فعلا اعترف في الاخر ان في اجسام طائره غريبه وقد تنتج عن حضاره اذكى مننا، حضاره ذكيه يعني. طيب بالنسبه لموجات الراديو، هل ممكن تكون دليل زي ما بيقولوا لوجود كائنات فضائيه؟ موجات الراديو يعني على فكره برضه عشان المشاهد الكريم يفهمها، دي عباره عن سلك كهرومغناطيسي، السلك الكهرومغناطيسي اللي هو ضوء الشمس ينقسم بين جاما راي او اشعه جاما، اشعه اكس، الالترا فايلوت اللي هي فوق الاحتجاج، وبعدين المرئي اللي احنا بنشوف فيه، وبعدين الحمراء القريبه فالمتوسطه فالبعيده فالراديو اشعه الراديو. فدي معناها ان هي تطلع، وطبعا جايه من اجسام بعيده فضاء صحيح، فمعناها ان في حاجه يعني تدل ان في حضاره فعلا غير الحضاره الانسانيه وهي متقدمه عننا. طب معلش يا دكتور، انا هسال حضرتك الاسئله بتاعت المشاهد العادي اللي قاعد بيتفرج عشان الدنيا ما تبقاش متكلكعه على اي حد بيتفرج علينا دلوقتي. انا هسال الاسئله اللي هي بالنسبه لحضرتك ممكن تكون بسيطه او يمكن تكون طفوليه كمان. هل ده معناه ان حضرتك بتقول في حياه في كواكب اخرى، الحياه دي تنفع للبني ادمين ولا لا؟ اعتقد ان في حضارات موجوده وهي اذكى مننا، وبدليل ان الامريكان الطيارين الامريكان شافوا مركبات فضائيه بتجيب عكس اتجاه الريح وبسرعه كبيره جدا، يعني هم حتى الرادارات اللي لسه تجيبها يعني شافوها بلمح البصر. فعلا فيه النهارده حاجه، والبنتاجون اعترف ان موجود حاجات زي كده، وحاليا بيشتغلوا على الموضوع بشكل جيد يعني. طيب الحياه دي حضرتك بتقول ان هي فيها حضاره، انت بتتكلم ان هم مش بني ادمين يعني؟ لا، هو احتمال يكونوا مش زينا بشر بالظبط، هي حضاره متقدمه عننا. يعني حضاره
متقدمه علينا، ممكن ما يكونوش بشر زينا ولكن وممكن يكونوا بشر بس اكثر تقدما، محدش يعرف بالظبط. لكن اعتقد بص يعني حتى في نظريات قالوا ان الكائنات دي بتظهر بعد التفجيرات الذريه اللي كانت بتعمل في الاول في الستينات يعني. طبعا عشان تفجير ذري وعشان يتشاف من الاف او مئات السنوات الضوئيه فاكيد ان هو بيوصل على مده طويله يعني. فمعنى ان هم يقدروا يتعرفوا عليها حتى في المده البسيطه 60 90 دي اعتقد عندهم تكنولوجيا عاليه جدا وقدروا يرصدونا من على الارض. طيب هل مثلا في اي حوادث او مؤشرات حصلت زمان ممكن تقول انه في كائنات فضائيه فوق، يعني حاجه حصلت من زمان وتدل على ده؟ هي الاطباق طايره، الاطباق طايره يعني دي مين اللي بيجيبها؟ بعدين زي ما البحاره الامريكان وسائح الجو الامريكي قريب لما رصد بعض مش اطباق طايره بقى، بعض المركبات السريعه جدا اللي بيقول لك ضد الضوء يعني ضد حتى الريح، اسرع يعني بتواجه الريح وسريعه ومش هتعجزها، وشافوها مش طيار واحد ده عدد كبير جدا من الطيارين، معناه ان فعلا في حاجه في حياه. لكن هل تكون ادميه او غير ادميه؟ المهم في كريتشرز يعني في مخلوقات سواء فضائيه او كذا، في كريتشرز يعني. طب دكتور ايه راي حضرتك في قصه المنطقه 51 الامريكيه وكلام الصحف الغربيه انها خاصه بالتواصل مع الكائنات الفضائيه او الابحاث الخاصه بالقصه دي؟ والله الكلام ده اتقال كتير ولكن ما حدش اكده، يعني ما حدش اكده. بيقول لك الامريكان على اتصال معاهم بس دي يعني اشاعات او شائعات بتطلع من روسيا تبتدي لكن ما حدش اكدها من الامريكان ان هل فعلا على اتصال الكائنات ديت لا، وهم اللي ادوهم سر العلوم الحديثه ولا لا. الكلام ده يعني مجرد كلام يعني في الغالب من الروس يعني. طيب حضرتك تقدر تقول لي بنسبه كام في الميه ممكن يكون في حياه او وجود حياه خارج كوكب الارض؟ لا انا بالذات يعني متاكدين ان في وجود حياه خارج الارض، يعني حتى على المريخ، حتى الحياه البكتيريه يعني وجدوا ان في حياه بكتيريه اوليه، ولكن اكيد الكواكب الاخرى اللي هنا يعني ممكن يكون فيها ظروف حياه افضل بتديك انسان بتطور او اكثر تطورا. ما نقدرش ننزل الى الان، لكن في حياه، في حياه، في ظواهر الدرجات الراديويه اللي بنلقطها ماشي، الاطباق الطايره اللي العالم كله او معظمه شافها ماشي، يعني الكلام ده كله يؤكد ان في حياه فعلا الى الارض. لكن هم انا اعتقد هم اكثر تقدما طبعا، معنى ان ما يعرفوش يرصدوا المركبات بتاعتهم الامريكان، فمعناه انهم اكثر تقدما، ولكن هل هم يشبهونا او مشبهات؟ محدش ياكد هذا خالص. دكتور هل الشكل اللي احنا متخيلينه للكائنات الفضائيه اللي بيجي لنا من الافلام او من الكرتون ممكن يكون حقيقي؟ ما هو الافلام من وحي الخيال، انا ظهرت الافلام دي بعد ظهور الكره الطايره. لكن زي ما بقول لك محدش عارف بالظبط الشكل، هل هو انسان او مخلوق اكثر تقدما او اقل؟ ممكن يكون زينا ولكن اكثر حضاره، يعني اعتقاد الشخص يعني، يعني ممكن يكون زي الانسان بس اكثر. دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفلك، بنشكر حضرتك جدا على المداخله والمعلومات المهمه اللي حضرتك اديتها لنا. شكرا. في النهاية أنا عايزة أقول حاجة مهمة، إنه زي ما قلت في أول الفقرة إحنا بنناقش القصة دي لأن الموضوع متصدر الترند حاليا طبعا، وناس كتير قوي بيتكلموا عنه، وفوق كل ده في دول وبلاد كتير قوي بتصرف مليارات الدولارات على أبحاث الفضاء وعلى إن هما يوصلوا للكواكب اللي ممكن يكون فيها حياة خارج كوكب الأرض. يعني باختصار إحنا ناقشنا القصة دي علشان نحسم الجدل الخاص بيها. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب.